أما هلا فرح رح نروح لمحطتنا التالية ورح نحكي عن موضوع يمكن هو كتير مهم وهو البدانة. كتير من الأشخاص بيعانوا من البدانة، وهل يصنف البدانة كمرض من الأمراض؟ وعلى اختلاف سواء كان للرجال أو النساء، كيفية التخلص من هاي المشكلة الصحية وكيفية التعامل معها؟ كل هاي التفاصيل رح نتعرف عليها أكثر مع ضيفتنا الاختصاصية رغداء جبري، اختصاص تغذية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتورة. اليوم لما بنحكي عن موضوع البدانة يمكن هي بتختلف بين المجتمعات، لكن إذا بنحكي عن مجتمعنا أنت نحن بنقدر نوصف شخص أو نشوف شخص أنه بدين، أو حتى نوصف حالنا نحن من الأشخاص اللي بنعاني من البدانة. هلا نحن دائما بدنا نوصف حدا عندنا دائما مقياس أوروبي، خلينا نقول أمريكي، ومقياس الشرقي. نحن كشرقيات نختلف، وخصوص النساء يعني المعالم الأنثوية الجمالية هي بنحسبها كتل دهنية إضافية، فتنحسب أصلا على الميزان. بالنسبة للرجال نحن الطول من قيمة 100 سنتي، وبناخذ ما تبقى هو الوزن المثالي. السيدات 105، رجال الكتلة العظمية خلينا نقول أوزان، في عندهم كتلة عضلية كمان، فلهيك نحن بناخذ بس يعني المثالي بيختلف سيدات عن رجال. نحن امتى بنقول انه هي شخص بدين؟ وقت تكون كتلة الجسم هي مقياس، يعني كتلة الجسم هي فوق يعني خلينا نقول 24-25، بنبلش نفكر شخص ممتلئ بدين او بداية بدانة، لنوصل لل 40%. نحن هون بنكون مرحلة الخطر. طيب خلينا نحكي عن الأسباب اللي ممكن أساساً تكون هي سبب للبدانة، مثل ما بيقولوا. في كتير أشخاص بيقول إنه لا، هي سببها وراثي، ممكن إذا الأم والأب أو بالعائلة مشهورين إنه عندهم اكتساب الوزن فبالضروري يطلع الأطفال هيك، أو لا هي ما لها علاقة، هي نمط حياة، نمط غذاء. هلأ هي الحقيقة الاثنين، يعني نحن وقت بدنا نقول وراثيا حيكون في من الحمل في عندي مشاكل، عندي بدانه، فممكن نوصل لهذا الشيء. او الام والاب والاقارب الكثير عندهم بدانه، بس مو معنى هذا الشيء انه خلص انا انسان بدين وراثيا فانا ما عندي حلول او حابقى هيك طول عمري. وفي عندي مشاكل هي نمط حياه غلط، عندي مشاكل صحية أحياناً، أمراض معينة تسبب لي الخلل الاستقلابي يسبب لي البدانة. خلينا نحكي عنها بالتفصيل، شو هي الأسباب أو الأمراض اللي بتأدي ممكن إحنا ما نكون منتبهين لها؟ مثل ما قلتي ممكن ما تكون وراثية لكن بتسبب البدانة. ممكن يكون إنسان نمطه الصحي جيد، ما خلينا نقول توب، بس ممكن كنمط حياة غلط أحياناً، ممكن يكون مشاكل هرمونية وخصوص السيدات، ممكن يصير عندها معرضة أكثر من الرجال على الخلل الهرموني، مبيض متعدد الكيسات، مقاومة الأنسولين. في عندنا الفيتامينات والمعادن اللي هم كتير مهمين. نحن دائما المتهم الأول هو الغدة الدرقية، بس لا، نحن عندنا الفيتامينات والمعادن كتير ضرورية. الفيتامين دي الأول، المتهم الأول بالخلل الاستقلابي، مو معنى كلامي انه هو بيسبب البدانة، لا، هو بيعمل لي خلل. فهو اذا انسان عنده نحافة او بدانة عنده نقص فيتامين د حيسبب لي خلل استقلابي. عندنا الحديد، البي 12، السكري نوع اول او ثاني. في عندي مشاكل كثير، يعني ممكن معادن بسيطة تعمل لي هذا الخلل. طيب خلينا نحكي كمان، هل في أمراض بتنتج عن البدانة؟ وإمتى تصبح البدانة هي مشكلة تؤثر مرضية على حياة الشخص؟ يعني ما عاد بس إنه المظهر أو الشكل، مثل ما في كتير ناس بتقول إنه أنا بدي أعمل ريجيم مشان حسن من شكلي، أو مو عاجبني، أو ما عم لاقي تياب على قياسي أو كذا. لا، نحن بدنا نروح للأبعد من هيك. هل في مشاكل صحية تنتج عن البدانة؟ هي التوعية الصحية اللي لازم نحن نعملها بمجتمعنا، إنه الموضوع مو موضوع شكل، الموضوع صحة عامة. البدانة حتسبب لي تدريجياً أمراض. أولاً أنا إذا عندي مورسات، حامل جينات أمراض قلب، شرايين،
كثير امراض ممكن نكتسبها او نبكر بحدوثها بدل ما تجيني فوق سن ال 40 45، نحن نجيبها بفتره الشباب. امراض القلب، السكري، تصلب الشرايين، شحوم ثلاثيه، عندنا كثير امراض ممكن تسبب العمود الفقري. يعني انت بتعرفي مثلا المراه الحامل ما بتصدق امتى تولد لانه عندها وزن زايد، هي جهازها يعني الكتله العظميه ما عاد تحمل او ثقيله عليها، فاختلف الوزن زاد. فما بالك انسان هو وزنه زياده عن وزنه 20 و30 كيلو، فهذا عبء كثير، عبء بالنسبه لعظم الانسان، العمود الفقري، للعضلات، كله متعب تدريجيا. خلينا كمان نحكي عن موضوع كثير مهم، انه اليوم لما شخص بحس بالبدانه مو بس ممكن يلجا للريجيمات، ممكن اليوم في حلول جراحيه، ممكن في ادويه معينه. خلينا نحكي عن المحاسن ومساوئ هي الحلول يلي ممكن يلجا للاشخاص اليوم. جراحيا هي المرحله الاخيره، هي موضه هلا حاليا، بس هي المفروض تكون المرحله الاخيره. يعني فشل خلص او سببت لي هي البدانه عم تسبب لي مشكلة صحية، أنا بخطر فعلاً، يعني ما عاد في غير أني أنا هذا العمل الجراحي لأدارك حياة الإنسان سريعاً، بس إلا مخاطر كمان كتير كبيرة. صحيح. معرض الإنسان للموت في إهاد تخدير بالنهاية، عمل جراحي، قص المعدة، حيكون الجزء العلوي من المعدة اللي هو بشكل لي أنزيم الفيتامينات، فغالباً اللي عم يقصوا معدة أو التكميم فهو عم يخسروا الفيتامين بي 12 اللي هو كتير أساسي، تكوين الفيتامينات بشكل عام بس خاصة البي 12، تساقط شعر، شحوب، تعب، تلاقيهم مالهم حال يقوموا، خلص تعب كتير كبير. وعم بتصير أخطاء غذائية، حتى لو أخذوا مكملات غذائية وكانوا تحت وصاية طبيب، بس هي على طول، يعني ما في إهمال خلص لأنه الجسم بينهار هيك. الأدوية أنا ما بفضل الأدوية للرجيمات، يعني في عنا شغلات أبسط بكتير، أنا تغيير نمط حياتي كنظام صحي أنا أستمر عليه، أنا ما بدي أعمل رجيم وقاسي، وبالنهاية نحن بشار وحنشتهي الأكل، وبدي خلص حوصل لمرحلة أنا أضعف، لهيك أنا لا، هو معادلة صغيرة نفهم شو المكملات، شو الغذاء الصحي لناخده. الأدوية تبع الرجيم غالبا هي بتعمل لي إسهالات، هذا الإسهال أنا عم يخسرني سوائل، عم يخسرني دهون ضارة ودهون نافعة، أنا بحاجة الدهون النافعة بجسمي، لهيك أنا ما فيني اتخذ هذا الإجراء، ما عدا الأدوية اللي بتجي من مصادر غير معروفة، للأسف هي ممكن تعمل لي مشاكل كتير كبيرة. طيب دكتورة، في كتير من الأشخاص، وهي بنشوفها عن بعض الأشخاص اللي أعمارهم كبيرة، اللي هن أصلاً ما بيقدروا يلجأوا للحلول الجراحية لوجود مثلاً أمراض تانية بيعانوا منها من السكري وإلى ذلك، فبيكون طبيب التغذية بيروح فوراً بس على النظام الغذائي. في منهم بيقولوا لا، أنا بدي أقضي كل عمري بالنظام الغذائي، يعني وإذا أنا مريض سكري وإذا أنا ما فيني مثلاً أكل أكلات معينة لازم ضل على النظام الغذائي الصحي، وبصير عندهم مثلاً اليوم الفري بياكلوا كتير، فبصير عندهم عدم تحمل غذائي، بيعانوا من مشاكل، نضل بهي الدوامة دائماً. فبرأيك اليوم الفري مدمر. فلهيك أنا بدي أسألك إنه نتوجه هيك نصيحة لهدول الأشخاص اللي بيكون عندهم زيادة وزن وعندهم أمراض خطيرة بتأثر على حياتهم، قدي مهم النظام الغذائي، وإنه إيه أنت لازم تضل بالنظام معين كل حياتك. دائما وجود طبيب مختص هو كتير ضروري لأي مرض، مثلا دكتور غدد، دكتور قلبية، لكل مرض معين. صحيح. لا الأدوية لحالة حتكفيني ولا الغذاء لحاله حيكفيني، نحن بده يكون متكامل، هذا شغل متكامل ليكون الإنسان صحته سليمة. ما هي فكرة إني أنا عاملة ريجيم، فمعناتها أنا هذا كابوس بالنسبة لي. مقيدة كل الوقت. هي اللي نحن ما عم نعرف نوصلها للناس، إنه أو عم نحاول يعني. هو نمط صحي، أنا أتعود إني أنا أكلي صحي متوازن في الهرم الغذائي الكامل، أنا ما فيني أحرم إلا بأمراض معينة. يعني مثل مريض السكري أنا ما فيني أن له يعني اتساهل له بأمور معينة، الخبز والنشويات والحلويات بس أنا بعطيه البدائل، يعني أنا بحرمه بنفس الوقت بعطيه البدائل، أنا ما حخليه دائما بدون أكل، هذا الموضوع كتير صعب. فلهيك دائما أنا عندي بديل،
يعني انا اجي اقول له وقف سكر، طيب انا كيف اخذ طاقتي، انا كيف بدي احس اني انا في عندي طعم السكر؟ بسيطه كثير، يعني ناخذ سكر من الفواكه. مريض السكر نحن بننقي له الفواكه اللي ما بتنحرق فورا بالدم بترفع لي الانسولين، مثلا مثل التمر، الزبيب، البرتقال، هذا كله سريع المشعر، جلوكوزي سريع. فانا هون مريض السكر ما فيني، ممكن مرق له يعني مثلا نص برتقال اليوم، بس انت بالمقابل انا مشتهيه ايه، بس بالمقابل انا بدي احرمه اكملت نهاره من باقي الفواكه، حصصه الفواكه. يعني نحن عندنا يا انسان من 3 ل 4 حصص فواكه باليوم، مريض السكر من 2 ل 3. وقت اخذ فاكهه فيها مشعر جلوكوزي عالي فانا بدي اضطر اوقف له الباقي. مثلا بدي اكل تمر لانه انا طعم الحلو هو اللي بيبسطني، بيشعرني بالسعاده. فهيك انا ممكن اقول له ماشي اوكي، حصه فواكه من التمر هي 3 تمرات قياس متوسط، انا فيني احشيها جوز او لوز الدسم الصحي، فهيك حتبطئ امتصاصها بالدم فما حترفع لي الانسولين بشكل كبير. فهي دائما معادله اني انا ما احرمه وما اعطي البدائل بالمقابل لحتى يحسن يكمل. بدي دائما يكون عندي انا كل المغذيات، الفواكه والخضار بشكل اساسي بكل وجباتي، الخضار لازم تدخل، والحمد لله يعني كله متوفر. اكيد بدنا نشكرك على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، ويا ريت عن جد سلمى نكون